وفي هذا الشأن أشارت الأستاذة ريج السعد أخصائية تغذية علاجية نائب رئيس جمعية أصدقاء الصحة خلال مداخلة في نشرة سابقة، أشارت إلى أنه يفضل احتساء القهوة بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين، محذرة من احتسائها مباشرة بعد الإفطار. بالنسبة إلى أفضل وقت لتناول شرب أو لتناول القهوة في فترة رمضان اللي هو بعد وجبة الفطور بساعتين، بحيث أن الجسم استعاد توازن السوائل المطلوبة خصوصا اللي كانت مفقودة خلال فترة الصيام عن طريق تناول وجبة الفطور، استعاد توازن معدل السكر في الدم، فدائما يفضل تناولها بعد وجبة الفطور بساعتين، ونحذر من تناولها بعد وجبة الفطور مباشرة لأنها راح تؤدي إلى أولا راح تؤثر على سرعة إمداد الجسم بالسوائل المطلوبة، لأن القهوة مدرة للبول، راح تؤثر على امتصاص الحديد الموجود في وجبة الفطور، راح تؤثر أيضا على أو راح تؤدي إلى زيادة في إفراز أحماض المعدة، فراح تسبب أعراض مزعجة في المعدة منها الحرقة منها الارتجاع المريئي.